أكدت مقررة لجنة الحقوق والحريات بالحوار الوطني نيفين مسعد في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الهوية الثقافية من أهم مكونات الشخصية المصرية التي يجب التركيز عليها، وأشارت إلى أن الهوية الوطنية تحمل أهمية كبيرة في مواجهة التحديات. بشوف ان الهويه الثقافيه دي اهم يعني مكون من مكونات الشخصيه المصريه، لانه ببساطه الشخص اللي ما يعني تايه او ضايع لا يمكن يبقى لا شخص منتج ولا منجز ولا منتمي ولا اشياء من هذا القبيل. فانا هتكلم ازاي نرجع اولادنا للعاميه اللي احنا تعودنا عليها، مش العاميه الشائعه حاليا وملهاش علاقه ابدا بالعاميه اللي احنا تعودنا عليها. يعني العامية دي اللي كتب بيها حد زي صلاح جاهين، ومن كتر ما كانت عاميته عبقرية يعني اتقال انه احنا خايفين على اللغة العربية منها. يعني احمد شوقي قال انا اخشى على الفصحى مثلا من عامية بيرم. ليه؟ لانه بيرم كان جعل او ارتقى بالعامية الى مستوى اصبح يعني بيهدد فعلا، لانها سهله وبتنتشر وبتنساب وبتنفذ الى اخره.